هل من حق الأرمن الخروج للتراويح والفسحة في أيام العد؟ الخروج للترويح والفسحة في أيام العدة، يعني الفسحة ما أدري ما الذي في الفسحة، لكن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها كانت ترى إخراج المتوفى عنها زوجها من بيتها، وعلى ذلك علي وابن عباس وجابر. إنما كان ابن عمر يمنع، وينقل عن النبي عمر بسند فيه ضعف طريق سعد بن المسيب عن عمر، سعد بن المسيب عن عمر، وكذلك ينقل عن ابن مسعود وعن عثمان. المعول عليه حديث هو أن النبي قال امكثي في بيتك حتى أبلغ الكتاب أجله، وهذا الحديث ضعيف في سنده مجهولة أو مجهول عفوا.